السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أينما كنتم. نلتقي هذه الليلة في برنامج خاص حول الإنجاز التاريخي للمقاتل البحريني المحترف حمزة الكوهجي، والذي حققه في الجولة 17 في بطولة ديزرت فورس للفنون القتالية المختلطة في العاصمة الأردنية عمان. البطل حمزة الكوهجي، والذي يبلغ من العمر 22 عاما وينتمي لفريق خالد بن حمد للفنون القتالية المختلطة، استطاع بفضل قدراته القتالية المتطورة أن ينتزع الفوز بكل شراسة من منافسه الأردني غالب الحراحشة في نزال تابعته الآلاف من الجماهير الأردنية في صالة مدينة الحسين الرياضية، وكذلك المشاهدين العرب في قناة MBC Action. نصحبكم مشاهدين الآن في لقطات سريعة لهذا النزال ومتابعة شيقة نتمناها لكم، ولنا عودة. طبعا قبل الخروج إلى مشاهدة هذا التقرير، أود أن أذكر بأن البطل المحترف حمزة الكوهجي هو أول بحريني يستطيع أن يحقق فوزين متتاليين في بطولة ديزرت فورس. نتابع التقرير التلفزيوني الآن. بحضوري ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حقق المقاتل البحريني حمزة الكوهجي فوزا تاريخيا على منافسه الأردني غالب الحراحشة في التصفيات 17 من بطولة ديزرت فورس للفنون القتالية المختلطة، والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان. وينتمي المقاتل حمزة الكوهجي إلى فريق خالد بن حمد للفنون القتالية المختلطة، الذي قدم له دعما فنيا ومعنويا كبيرين طوال فترة الاستعداد للتصفيات. والله طبعا هو يهديني إياه، وأنا هدية حق جلالة الملك أولا وحق شعب البحرين كله. والفوز اليوم ما كان سهل إلا بمجهود وتعب حمزة بنفسه، وطبعا المدربين اللي وياه اللي دربوه وتعبوا وياه طول هالفترة المعسكر هذه، والحمد لله حمزة تدرب وتعب وأدى في النهاية من أحسن ما يكون. كنت متابع بشغف وعن قرب لهذا اللقاء، ماذا كان شعورك طال عمرك في الجولة الأولى اللي كانت متقاربة؟ الحماس الزايد اللي يكون ويا حمزة مو بعشان شيء، لأنه صديق وأخو وتدرب وياه طول الوقت، فبالعكس إذا تشوف واحد من ربعك ومن الناس اللي تدربون وياك دائما تحس له بهالفخر هذه إذا فاز. خاض المقاتل البحريني حمزة الكوهجي قتال ديزرت فورس تحت ضغط الجمهور الأردني الذي ملأ صالة الأرينا في مدينة الحسين الرياضية بعمان، لكنه استطاع أن يتغلب على خصمه الأردني والقوي بفضل تكتيكاته القتالية المتطورة وصلابة جسمه ولكماته القوية المتتالية، والتي قضت على المقاتل غالب الحراحشة في الجولة الثانية فقط من أصل 3 جولات. والله الحمد لله، وأشكر ربي واشكر سمو الشيخ خالد على الدعم والنيه، واشكر المدربين اللي وقفوا وياي قص الوزن في المعسكر، واشكر كل الجمهور الاردني والبحريني اليوم وربعي اليوم ساعدوني. قل لي شنو سر الثقه اليوم؟ اليوم لعبت بثقه تامه، انهيت خصمك من الجوله الثانيه، الخصم لم يكن سهل، الخصم عنيد وخصم قوي جدا. والله كثره التمرين هي اللي خلتني اتفوق، عشان ما حطيت على روحي التمرين وعرفت اني بارز، ما كنت باربش نفسي اخر المباراه. شنو شعورك وانت الان اول بطل بحريني تفوز مرتين في ديزرت فورس؟ انت اول بحريني تقوم بذلك. ان شاء الله نحقق تاريخ ونشوف لاعبين بحرينيين يدشون هالبطوله ويغلبون. الف مبروك. بعد هذا
هذا الإنجاز الرياضي التاريخي للمقاتل البحريني حمزة الكوهجي يتم تسجيل اسم البحرين ولاعبها المميز في سجل الأبطال في ديزرت فورس، خاصة وأن حمزة يحقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة ويحتفظ بسجل ناصع دون هزائم. إذن مساكم الله بالخير مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، كل من يتابعنا على قناة البحرين الرياضية، معنا في هذه الدقائق البطل البحريني المحترف حمزة الكوهجي المحترف في فريق خالد بن حمد للفنون القتالية المختلطة. نتحدث هذه الليلة عن إنجازه الرياضي التاريخي من خلال فوزه في لقائه مع غالب الحراحشة في بطولة ديزرت فورس. مساك الله بالخير يا حمزة. مساك الله بالنور. ألف ألف مبروك هذا الفوز الجميل الرائع الذي أسعدت من خلاله أسعدت الجماهير البحرينية في كل مكان وكل محبينك وكل عشاقك. ما هو شعورك؟ الله يبارك فيك. والله شعور جميل أني أكون أول واحد في المملكة أنه يتقدم بإنجاز جديد، والحمد لله يعني. ممتاز، أنا سعيد أن أكون معاك. أنا كنت معاك لفترة طويلة في الآونة الأخيرة، كنا نتابعك يعني نتابعك أول بأول، لكن أبي أركز الآن على النزال، أبي أركز على القتال اللي حصل في الأردن مع غالب الحراحشة. الجولة الأولى كانت متقاربة، الجولة الثانية فاز فيها حمزة الكوهجي، خبرني عن هذا النزال. والله الجولة الأولى كنت حاط خطة، نعم، إنه نفس نبتدي نكسره شوي شوي. ايه. ابتدي اغلبه يعني في الخطه اللي هو يبي يسويها لازم ما اخليه يسويها عشان ينكسر من داخل، فانا نوع يتعب. بس الخطه ما مشت وياي 100%، قدر يطيحني بس قدرت اتعبه في نفس الجوله. الجوله الثانيه الحمد لله يعني مشت الخطه، اني الجزء من الخطه اللي هو اني اتعبه، فكان تعبان قدرت اتعبه زياده، قدرت أصد التيك داون مالينا، التيك داونات كانوا لنا قوي، فمني بديت أشتغل عليه والحمد لله يعني والله وفقني. الحمد لله. أبو عارف بعد أكثر أن أنت ما كنت خايف أنه أنت تلعب مع لاعب على أرضه وبين جماهيره، ما كان يسبب لك نوع من القلق هذا الشيء؟ هو يعني تلعب في البحرين يكون الحماسة أكثر، الوناسة بعد الفوز تكون أحلى، الجمهور يكونون معك، بس انا تلعب هناك بعد في يعني سلبيات في ايجابيات، والايجابيات واللي بتلعب فايت لازم كلها تطالع الاشياء الايجابيه. نفس مثلا انا يوم قالوا لي بتلعب ضد بطل وبطل اكاديميه ونفس ما تقول بين ارضه وجمهوره، شفت سيده شفت الاشياء الايجابيه اللي هو بدش بدون ضغط، بدش انه بثبت روحي، لانه هو كله يغلب من اول جوله وكل من يعني متوقع انه هو يغلب، ف كنا متوقع انه هو يغلب، فانا داش مو خسران شيء، داش انه بتروحي. نعم. تابعنا اللقاء وتابعنا ايضا وجود طاقم تدريبي من روسيا، كان يتابعك، كان يشرف على تدريبك. ابو عرف ايش كان يقول لك هذا الطاقم التدريبي قبل النزال، قبل دخولك الى الكيج الى القفص؟ والله قبل النزال جاتني فتره اني شوي توترت، ولان قدوم سمو الشيخ خالد فتوترت انه يعني سمو الشيخ خالد يالي لهني ما اقدر نفس ارده وما اغلب، فكنت وايد يعني خايف من هالشيء، مو خايف من النزال، مو خايف من اللي بلعب وياه ولا شيء. بس الشيخ خالد يعني سمو الشيخ يوم يالي وقال لي انا وياك لا تفكر ان الدش تغلب، فكر ان الدش تلعب ستونس، تغلب تخسر انا معك. هني وايد ارتحت، هو قال لي هالكلمه من قبل بس يوم قال لي قبل النزال وايد نوع اللي ريحني. والطاقم الروسي يعني نفس الدروب كلمني تم يقول لي يعني احنا هالشيء كنا نسويه كل يوم نحطك في اخس وضعيات في اللعب، اصعب وضعيات نعم، ويصيدك نفس ضرب وتطلع منها، وكل يوم تلعب ربع ساعه، كل يوم يعني تلعب فايت ودي او مباريات وديه في النادي،
فهي نفس الشيء يعني مو بشيء جديد، انت بتدش وبتلعب غير انه بيكون في جمهور وفي شوي ضغط، بس في النهايه هاي شيء سويناه كل يوم، لازم هو يتوتر مو انا اللي اتوتر. اذا كانوا يحاولون يخففون من التوتر اللي فيك. نعم. وكانوا يحاولون يعني يذكرونك بمواقف انت مريت فيها في السابق. طيب الحين احنا في الفتره تكلمنا عن الفتره اللي ما قبل النزال، انت كنت في غرفه التبديل، كنت قاعد تعمل التمارين الاخيره، يمكن حتى تمارين استرخاء، دخلت الحلبه او دخلت الكيج القفص، ها بدا النزال، ظلوا الروسيين معاك، كان في توجيهات لهم، شنو كانت هذه التوجيهات؟ هما التوجيهات نفس قصدك بين الشوطين ولا في اللعب؟ الحين في اللعب، للحين ما دخلنا بين الشوطين، بوصل لك حق بين الشوطين. في اللعب يعني كانوا كله نفس ما معلميني في النادي، قد ما يطيحني ارد اوقف، قد ما يطيحني من اي وضعيه برد اوقف. فكانوا كله يعني قاعد يذكروني شو اسوي، رد اوقف، وقف هالريل، افتر فر هاليد، رد اوقف، رد اوقف، يعني فكان يعني بس نفس الموشوشين يخش رقبتك، لانه هو كان كله يبحث عن السبمشن. فكانوا كله يقولون خش رقبتك، رد اوقف، خش رقبتك. هاي اللي صار يعني. طيب انتقلنا الان، هذه هي كانت توجيهاتهم، ان تحاول يعني ما تخلي يمسك الرقبه على اساس ما ينزلك، على اساس ما يحاول انه يخليك تستسلم مثلا. طيب بعدين في الاستراحه، الجوله الاولى كانت متقاربه صعبه شوي، كان في استراحه مدتها دقيقه، ودخلنا الجوله الثانيه، ايش قالوا لك في الاستراحه؟ في الاستراحه قالوا لي خلاص يعني قدم كل اللي عنده، انت شفت اللي عنده، مشت خطتك ما مشت كامله، مشت نصها، بس الجزء الاهم من الخطه انه يتعب، تعب، غلب اول جوله، الحين دورك انت اشتغل، اندش عليه، انت غربله. وكانوا يعني ناطريني، لانه هو نفس ما تقول صك على بطني وخذ ظهري، فكان يعني كانت مسكته قويه، كانت مو مسكته في الجسم انه يقطع التنفس، كانوا ناطرين، كانوا يساعدوني ان ارد واخذ نفسي. فتشوف كان تشوف نفسي بين الجولتين كان منقطع، في الجوله انقطع يعني نفسي، في الجوله انقطع، مو انه لياقتي تعبانه لا، بس هو تكنيكه كان قوي في الجوجيتسو وقدر يصك على وضعيه التنفس، فقدرت اتنفس، رخيت، والجوله الثانيه الحمد لله. الحين بنعرف الجوله الثانيه اللي انهيتها قبل وقتها. الجوله الثانيه عقب يعني مرديت خلاص، عرفت لعبه صار واضح عندي، ارتحت، بديت انا العب، يدش علي اصد التيك داون ماله، انا بديت العب استخدم قوتي ولياقتي، استخدمت حجمي اني احطها في القفص، اضرب الركب، اتحكم في راسي، اضرب، يوم ضربت ركبه في راسي نفس بس طاح، مني نزلت في الارض بديت نفس اشتغل عليه، يرد بيطيحني اوقف، نفس الشيء صار يعني اصد هجومه ونزل في الارض ابتدي اطقه لما خلصت الجوله، لما وقف الحكم. في الاخير اعلن الحكم توقف الجوله واعلن ان الفوز لحمزه الكوهجي، شعورك في هاي اللحظه؟ شعور والله يعني مهما وصفته ما ينوصف شعور. كأنك رحت رقصت؟ انا هاي بس كان حق الجمهور الاردني يعني. زين طيب، نوع من الفرحه يعني. يعني هي ويا الفرحه ويا الجمهور يعني، كانوا يعني لازم انت تلعب ضد ناس في ارضهم لازم يكونون ضدك. يعني رحت شوي يعني رحت لهم انه مو استفزهم، انه خلاص اثبت لهم ان انت يعني اثبت لهم انه مو هو البطل يعني، في عندنا لاعبين بحرينيين. نعم. ايضا في 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 مع نهايه هذا القتال دخل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وحضنك وقال لك شيء، ايش قال لك في اللحظات هذه؟ والله الشيخ خالد يعني سمو الشيخ قال لي يعني قلت لك بتفوز، قلت لك انت يعني قلت لك ان انت قادها وخلاص يعني، بس كان يقول لي عم بالبركه، مبروك. اعتقد الفرحه كانت عارمه واضحه على وجهه، وكان وايد يعني ما شاء الله كان فرحان ومستانس الحمد لله. ممتاز يعني. ممتاز. اعتقد خلينا نتوقف مره ثانيه مع لقطات لفوزك حمزه، مع لقطات الفرحه، وايضا لقطات اللقاء اللي جمعك مع غالب الحراحشه. نتابع هذه اللقطات ولنا عوده مجددا.
ارفع صوتك تحكي.